السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري. إخواني حديث كاسبان ربع إن شاء الله تعالى إن لو داقوا زكاة الفطر وحلق اللي بحين لها رسول كأيا واجبيي وحو رسول كواجبيين وحي ألا الواجبيي أيو لمديهي وحو واجبي رسولك زكاة الفطر إن لبحيو وصاع صاع عمرك إن تولي إياه ولبك كيلو إيا أفرتن جرام بعلمة يلادين تقريبا سدح كيلوي أو عنتظى الله عنا لقب حناي إن شاء الله تعالى وحال لقد دي بيا قف كستا أو ضدك مسلمين تا قف حر أي قف أدون أي قف وين أي قف ير أي قف رجع أي قف حتى هبين كاكير رشاء ولا قد ليبيا حتى عثمان بن عفان يغير كبر علماء القار ويكب حين جرين حتى علمها علاش وكجرة أي كد ليبي جرين وحلا بحين أيانا وراشن ويان طيب وحلا جو بحين كراه وكلا أفر جير أو قف قعميه سو أي معتد ليهين وصدا أقال أفر جير وعيقول لك مان تقريبا أفر كوبو أي يقول لك مان وحين كوي مان أيانا دي لميزامه سدح كيل لبكيلي أفر تنجرام وحال إلى هالسكة جارسيو سدح كيلو إن شاء الله تعالى. طيب زكاة الفطر يا مش وقفك جوجو أيها بون هذه مساكين تلقيه لي إن لغو بحيو الله سيو هدان لقيه لي إننا إن لقدروا مش أي مساكين تجران أي أفضل نقنية قف والبنا وحال غربا نفتيسة إي عدة أد مسؤول ككتها إن تكبحيسو غير كاغا عرور تالا وحي مسؤول أد كتها إن تبحيسو. طيب إن لعق لغو بحيو أو لعق تاددك يدو لعق أهانا لو قيبيو سيدا علماء قار أيا يري وكميديا إمام كميديا إمام الثوري أبو حنيفة لبدي سي صاحب عمر بن عبد العزيز حسن البصري عطاء أبي إسحاق غير كي لكن جمهور علماء إيو أحاديث سيدا أبضان تايحو جينيسو انتبا مسألة الراجع كوا وحا لعق مركو رهبا لديبا لكن لعق تا إن راشين لغو قضو أو راشين كان مساكين تلو قيبيو قورما لسينا يا وحا وفي عن صبحا عيدا إن لبحيو أيا لربا حلي جيدا وحا سورة قلا أي علماء دولين مالين إيا لبان مالموت كهورنا ولا سيب إنكرا سيدا وفي عنا وصبحا عيدا إن لبحيو إن شاء الله تعالى آنس كبحينا واجب كاينا سارا قدرك الله بحين كراي وانت ان شاء الله تعالى تدك الله بحين وددك مساكين تا ماشي جوغان والله دري كرا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.